بسم الله، مرحبا بكم في المطبخ الصحي مع نعيمة. اليوم غنقدموا حلوة بول دو نيج ولا حلوة رايبي. عندنا 500 غرام ديال الدقيق، شوية ديال الملحة، جوج خمارات ديال 8 غرام، كاس ثلاثة البيضات، حك رايبي، كاس ديال سنيدة عبارة عن كاس العنبة، قرعة صغيرة ديال الكونفيتير مربى المشمش، كونفيتير المشمش، قشرة حامضة محكوكة، كاس ديال زيت وزبدة مذوبة، 250 غرام ديال الكوك. نبداو على بركة الله نخدمو الحلوة ديالنا. ناخذ البيض، ناخذ سلافه نديرو فيها، نحل فيها بيضه بيضه باش الا كانت شي بيضه ديالنا خاسره ما تخسرناش البيض كامل. نضيفو داك شويه الملحه باش كتجي الحلوه ديالنا بنينه. نضيفو سنيده ونخدمو مزيان سنيده مع البيض حتى كيمتزجو مزيان. الزبده ديالنا مازال سخونه ما غاديش نستعملها دابا، غادي نضيف غادي نخدم مزيان بحال اللي قلت لكم. سنيده مع البيض كيمتزجو مزيان ونزيدو قشرة ديال الحامض المحكوكة. ونخدمو اللي بغى يخدم الطراب الكهربائي. نضيفو الزبدة شوية بشوية بحال اللي قلت لكم حيت انا عندي سخونة باش ما يطيبليش البيض. نضيف نخدمها مزيان ونضيف داك الحك ديال الرايبي. نضيف دابا الخميره نديرها على الدقيق ونزيدها ونبقى ندير الدقيق شويه بشويه بحال اللي قلت لكم. الدقيق انا عندي 500 غرام قداتني، يقدر على حسب الدقيق اللي عندكم، يقدر شي وحده تزيد شي كاس ولا نص كاس ويقدر يشيط لها شي شويه. انا 500 غرام جاتني يعني حساب مع المقادير اللي عندي. كنخدموا الحلوه ما كنعلكوهاش غير كنجمعوها. نجمع الحلوة ديالي وغادي نبدا نكورها كويرات صغارين، لان ما تنساوش درنا جوج خمارات باش ما تجيناش الحلوة كبيرة بزاف. صغيرة كتجي راقية وكتجي حلوة، وهاد الحلوة كتجي بنينة وكتبقى هشيشة لمدة طويلة. غادي نبدا نكور الحلوة ديالي. بالتالي هذا المقدار قدرة الحلوة كل اللي عندي غادي نرجع معكم باش تشوفوا كيفاش كنفندوها في الكونفيتير، كيفاش كنفندوها في الكونفيتير وفي الكوب. كندخلوها الفران على حرارة، على درجة حرارة 180 درجة، فران يعني معتدل. ولما كتوجد طبعا كنراقبوها كتجي ذهبيه، ما كنخليوهاش تحرق. انا عندي الفران الغاز كنراقبها كل مره شويه. هي وجدات انا ديجا خدمتها كامله، بقاو لي هادو خليتهم باش نخدمهم قدامكم. كنخدم بشويه بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي كنقول بنيتاتنا يلاه دخلوا الكوزينه. يد كنخدم بها الكونفيتور باش ما نوسخش الكونفيتور ديالي بالكوك، ويد كنخدم بها الكوك. طبعا كنبقاو نضغطوا
باش ما كتحلش الحلوه ديالنا. ما تنساوش تشتركوا، تضغطوا على زر الاشتراك، ديروا اعجاب وتبارطاجيو باش يوصلكم كل جديد. انا ساليت دابا الحلوه ديالي، تاكلوها بالصحه والراحه. وهاد الحليوه راها ديال جميع المناسبات ولوليداتنا بالكوتي، ديوها معاهم المدرسه ودير جميع المناسبات الاعياد الافراح، عزيزه على كل جدي، محبوبه الجماهير. هالحلوة ديالنا بحال اللي كنقولوا محبوبة الجماهير، عزيزة على جميع المغاربة، تاكلوها بالصحة والراحة.